شو محمس على السفر؟ إنه في حماس، بس مش عارف شو اتوقع. أختي منا هيني روح بلش من السفر هيك بلد ما بعرف فيه حدا. لا ما أنت ما بينخاف عليك، دغري بتعمل أصحاب. يعني ما اختلفنا، بس لهلأ مش عارف وين رح نام، وأصلاً إذا فيه روح وأجي. مش هني قالوا بأمنوا لك سكن مقبول؟ بلا. إيه أكيد فيك تروح وتجي، شو حبس؟ يا أختي شو بيعرفك؟ يمكن ياخدوا لي باسبوري. لا يا حبيبي ما بحق لهم ياخدوه، شو استعباد؟ تتشكى عليهم. إيه عساس هيني اتشكى. زياد هيك إشياء ما بتصير بدول بتحترم حالة، أنت عامل إنكزايتي. تمنى قصة إنكزايتي، بس بركي ما مشي حالي بالشغل، رح كون قادر أفسخ الكونترا وتوظف عند حدا تاني. إيه أكيد في قوانين بتضمن لك حقوقك، شو بدك تضلك بنفس الشغل كل حياتك؟ بركي ما قدرت حولكم مصاري، أم مثلا ما دفعوا لي وزتوني على باب هالسفارة، شو بعمل؟ هيك إشياء ما بتصير، أنت مش مهاجر لتتبهدل، أنت رايح تشتغل بكرامتك، مثلك مثل كل هالناس.